وبالمناسبة هالموتى اللي ماتوا في بنغازي ال122، طبعا نحن معروف في ليبيا يموت المتوفي، هل يغسلوه ويعدوا يدفنوه؟ موضوع الأوبئة هذا علينا جديد. نحن كمركز بنغازي الطبي مدينة طبية ضخمة، وفيها ورشة صيانة، وفيها عندنا ورشة نجارة، فتولينا الأمر. طبعا لما جن الوفيات وما فيش والعملية مرتبكة، كلفنا شكلنا فريق للتغسيل من الذكور والإناث، ودرنا فريق للتكفين، فكان المتوفي يغسلوه وكنا نكفنوه، وكانت ورشة عندنا تصنعوا في الصناديق بطريقة معينة ونغلفوا فيهن بمادة شمعية. لم نكلف الدولة درهم وحدش ينتبه علينا، نشتغلوا بصمت، وكنا في النهاية بكل الدكتور بعد حطينا المتوفي في صندوق ونكرشموه وندقوا، يعني نشتغلوا كل الشغلات يعني.